السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم، وشكرا للبنات اللي فريمون دخلوا بصح وكان تواصل بيناتنا. المهم اليوم درت واحد العشاء خفيف ظريف، الروز بالصدر ديال الدجاج كنت ندير الفخيضات وبالصلصه الهنديه حاره، تيجي مزيون مع شويه ديال الزبيب، داك الحلو مع الحار مع الملح كيجي غزال. نخليكم مع الفيديو، الصحه والراحه وفرجه ممتعه وقبلوا عليا. شوف العطريه اللي كتعجبني كتبغي نتوما ماشي ضروره كيما ديالتي. انا عامله الكاري والتحميره والزنجبيل وسميتو الكزبر وشويه ديال الكوسه، بصح هذا الميلونج هذا انا تيعجبني البنات ديالي درات القهوه عندهم. دابا غادي غير ندق ليا غير شويه ديال الزبده مليحه شويه حرشه، وما بغيت ما بغيتش تجيني كثرت القهوه. كنظن سميتها قلقلة، ما تحتاج عليا قلقلة، المهم هادي شتي غادي نحنو في الزويت قبل ما نلوح اللحم. هادشي هي باش غادي يطيب. Thank you.
ولا هذه هي لاصوص اللي غادي نزيدها البنات تلقاو فين ما مشيتو تلقاو بحال هكذا. سينو اللي ما عندكمش غير تكثروا من الكاري و داك السكاج بيريكم طاي وراس الحانوت ولا بنت غادي خديت من امريكا مع هاد الصلصه ديال الطماطيشون. انا راه فيا مش جاني شي من الحال راه ما فين غادي نوصل غادي نخليوها تسميجو داك الشيء وعاد باش غادي ندير لها داك الفصل اللي محمر مع الثومه وشويه ديال الزبيب. انا البنات غير قبل على السما ويبقى محاجه هي البنه والله بغا ما مسد خوت خوت خوت